الأخوة والأخوات، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في مستهل هذا الاجتماع الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهدف تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويترجم أحد الجوانب لرؤيتنا لمستقبل اقتصاد المملكة العربية السعودية تنفيذا للتوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع من منطلق إدراكنا لأهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص بصفته شريكا رئيسيا في ازدهار وتطوير الاقتصاد، ويواصل مهمة لدعم تحقيق طموحاتنا الوطنية التي حددتها رؤية 2030، ويعتبر بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من أولوياتنا الوطنية. فإننا ندشن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص شريك، بهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال بنهاية 2030. إن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز الدور للقطاع الخاص في نمو المستدام، بل نراها استثمارا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها يقوم على علاقات تشاركية بين القطاع الخاص والحكومي. كما سبق أن أعلننا في بداية هذا العام أن صندوق استثمارات العامة سيقوم بضخ استثمارات محلية جديدة بواقع 3 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليون سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني ما يقارب 12 تريليون ريال سعودي حتى 2030، وذلك لا يشمل الانفاق الحكومي الذي يقارب 10 تريليون ريال خلال 10 سنوات القادمة، والانفاق الاستهلاكي الخاص الذي سيصل إلى 5 تريليون ريال حتى 2030، ليصل مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 27 تريليون ريال 7 تريليون دولار حتى 2030. وسيتيح هذا الاستثمار وسينتج عن هذا الاستثمار التي سيضخها القطاع الخاص مدعومه ببرنامج شريك توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030. جرى تصميم هذا البرنامج بعد نقاشات مكثفة ومستمرة مع ممثلي القطاع الخاص من خلال هذه الصيغة التشاركية، لن يكون هناك حدود لما يمكننا تحقيقه معا لتحفيز نمو الاقتصاد وتحقيق فوائد أكبر لجميع شرائح المجتمع. نحن على ثقة أن تأثير هذا البرنامج سيكون كبيرا، حيث سيوفر فرص هائلة للشركات الكبرى للتقدم بسرعة نحو المستقبل، مما يتيح للقطاع الخاص حوافز قوية وطويلة الأمد في القطاعين الحكومي والخاص شريكان في التنمية بما يحقق رفعة الوطن. ولهذا سمينا هذا البرنامج شريك، لأنه يجسد هذه الشراكة. لقد شهدنا التزاما مشجعا واهتماما ودعما بارزا من قبل العديد من الشركات الكبرى لهذه الخطوة، ونتطلع على الإعلان عن خطوات مهمة في هذا الشأن خلال الأشهر المقبلة. وأنتهز هذه الفرصة لأدعوكم جميعا أن تضعوا في صدارة أولوياتكم التزام ببذل أقصى الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نمو شركاتنا الوطنية ووطننا الغالي بما يحقق تنويع الاقتصاد واستدامة نموه، ويعود بالخير على شعب المملكة العربية السعودية. أسأل الله للجميع التوفيق وشكراً.